يا حرام، انت اكيد ما عندكيش وقت بتقعدي مع اولادك، او يقولوا لها ايه ده معقوله عرفتي تيجي حفله المدرسه، او يقولوا عنها ده اكيد جوزها زهقان جدا من شغلها، او يتقال عليها دي بقت مسترجله جدا لما بقت مديره. دي جمل تحت بند الكليشيه اللي بتتقال اي ست بتشتغل وبتنجح في شغلها، بتتقال عنها او بتتقال لها، سمعتها او هتسمعها او بتسمعها او بتتقال عليها. في حاله من الحالات مهما بدا ليك ان المجتمع متحضر ومتفهم ومتقبل، هتقولي معقول حد بيفكر كده في الست؟ هقولك خليك معانا النهارده. مرحب في شغل عالي. يعني النهارده انا غالبا مكسوفه جدا وانا بتكلم عن الموضوع ده، لاننا في زمن المفروض اننا يعني نظريا تخطينا الحته دي من زمان. اتشجعت اتكلم عنها بسبب مشاركات ستات ناجحه كتير من اصدقائي، لفت نظري جدا ان في نوع جديد من التنمر على المراه موجود في اكتر مجتمعات ممكن تكون بتعتقد يعني انها بتقول على نفسها متصالحه، متصالحة مع مصطلح التمكين. التمكين يعني بالمناسبة أن كل واحد فينا يمكن أنه يعمل الحاجات اللي هو نفسه يعملها، أي حاجة بقى أيا كانت اختياراته. يعني ببساطة كده، زي ما عينك قادرة تشوف التمن اللي بتدفعه كل ست بتشتغل من صحتها ومن أعصابها عشان تقدر تعمل أدوار كاملة في كل مكان هي مسؤولة عنه أو مسؤولة فيه، اوعى كمان تفتكر أننا كمجتمع متصالحين تماما مع فكرة عمل المرأة. لا، الحقيقة أنه لسه بدري جدا. مهما شفت حواليك من نماذج ناجحة وأحيانا مبهرة للمرأة العاملة، لأنه المرأة العاملة دي نص نجاحها تحدي للظروف، لكن المجتمع يعني لا، لسه المجتمع بيعافر في أنه يقبل الست اللي بتشتغل. وأولها، ودي حاجة بقى كانت مفاجأة من شهادات ناس كتير، أنه ساعات بتبقى من الست اللي زيها كمان قبل ما يكون من الراجل اللي بيقاوم نجاحها وقدراتها. لبعض الرجالة قدرات دي بالنسبة لهم خارقة، فبالتالي مش مقبولة. بشوية بحث بسيط هتكتشف كمان مفاجأة أصعب جدا، إن معظم التنمر والوصم للست الناجحة في مجال العمل بيجي من نفس القطاع بتاعها. دي مفاجأة مش سعيدة يعني. أسبابها إيه بقى عشان نقدر نعالجها وعشان ما نبقاش بنقول كلام يبان إنه محبط؟ لو قدرنا يعني، إحنا لازم نسأل نفسنا أصلاً ليه المجتمع متصالح تماماً مع فكرة إن الست تشتغل لكن تشتغل وهي ساكتة؟ أوعى تنجح. لو نجحت بتبتدي حملات الوصم تجاهها، لأنه عقلنا مخادع جداً. فأحياناً الست اللي بتنتقد ست، يعني تخيل أنت بتتوقع إن الست بقى هتدعم الست اللي زيها عشان حاسة بيها، لا. أو أي شخص بينتقد ست بتنجح غالباً بيبقى شايف إن اللي هي بتعمله ده كتير، وغالباً مستكتره عليها، فبيقرر لا شعورياً إنه يقلل منه. بعض الناس كمان بتنتقد الست الناجحة بمنطق إنها واخدة فرصتي أو واخدة مكاني، وبعض الرجالة بيكونوا صرحة شوية ويقولوا كده فعلاً. بعض الستات بينتقدوا الست اللي بتنجح كنوع من الإحساس بالأفضلية، يعني لازم هي تحسس نفسها إنه أنا تقول لها أنا من جواها يعني أنا أحسن منك لأني ضحيت بشغلي مثلا، أنا أحسن منك لأني فضلت البيت على الشغل وأنا عملت تضحية كبيرة. والتضحيات كلها تحترم، لكن الحقيقة ما فيش حد فينا أحسن ولا حاجة، كلنا بنحاول وكلنا بنختار. العقليات اللي بتتعامل مع نجاح الست بمنطق المسابقة هي العقليات اللي عاملة الأزمة واللي سبب في التنمر. دايماً حاسين إن لازم حد فينا يبقى كسبان وحد خسران، أو إنك لازم يعني علشان تبني حاجة ناجحة لازم بإيدك التانية تكون بتهد، مستحيل إنك تبني حاجتين في نفس الوقت. أي حد عاقل يعرف إن الحياة مش مسابقة، الحياة مجموعة اختيارات. الست اللي نجحت دي غالباً اختارت تبذل مجهود في المنطقة دي، ووارد جداً إنها تكون بذلت نفس المجهود في حياتها الشخصية ونجحت برضه. منطق إن اللي قدامي بذل مجهود هي دي بقى أصل المشكلة، لأنه إحساسك إن اللي قدامك عمل مجهود زيادة يزعجك لو أنت بتحب ترتاح.
فغالبا بتحب تقلل من قيمة أصلا بذل المجهود لصالح الفكرة اللذيذة بتاعة إن التقصير أصلا موجود، ما أنت أكيد عامل حاجة غلط. هنا بقى هنيجي لأصل السؤال، لو سألت أي ست ناجحة وبتشتغل أنت عاوزة الناس تشوفك إزاي؟ وده سؤال بالمناسبة لازم نسأله هنا. في هنا كم بنت بتشتغل؟ يعني بشتغل بعمل دوري زي ما غيري بيعمل دوره. راجل أو ست عايزة تشوفي الناس تشوفك إن دورك طبيعي، دوري طبيعي، وجودك طبيعي، مش إن أنا واخدة مكان حد أو حد واخد مكاني. بتحسي حد بيبقى بيفكر كده ساعات؟ كتير. أنا بشتغل في بنك عموما. والمنافسة شديدة أنا عارف. طيب مين هنا أم؟ يعني حد يكون ماما وبتشتغل، لأن غالبا دول اللي يعني دايما ما كنت تقعدي في البيت بقى، ما الولاد أولى. هو فعلا وقت الشغل مغطي على وقت ولادي كتير جدا، وكمان بسافر كتير وبسيبهم، بس أنا بحب الشغل وعايزة أثبت نفسي فيه. بس مش حاسة انه يعني دي حاجة مخلية الدنيا عندك مش موزونة يعني؟ لا انا على قد ما بقدر بحاول اوزن بينهم وبين الشغل. يعني هو ضغط طبعا عصبي ونفسي وكل حاجة، بس بحاول الحمد لله. تحبي الناس تشوفك مقصرة مع ولادك؟ لا طبعا. او حد بيحسسك كده؟ لا خالص. بالعكس كمان عندي كمان في البيت بيشجعوني اني اعمل ده. طب حلو، انا بشكرك جدا. ببساطة الإجابة بتاعت إنه هي الست عايزة الناس تشوفها إزاي، غالباً مش هينفع نتخيل يعني إن الست عايزاهم يقدروا التضحيات الكبيرة الجسدية والبدنية اللي هي بتشيلها غالباً على كتافها كل يوم بس علشان تعمل دورها من الأول للآخر. بس مطلوب منها إنها تعمل الدور من الأول للآخر في البيت ومن الأول للآخر في الشغل، ولا هي أصلاً عاوزاك تعرف هي إزاي مثلاً يعني مثلاً بتنام آخر واحدة في البيت وبتصحى أول واحدة في البيت، ولا هي أصلاً مشغولة بأنها تبرر هي ليه ناجحة، وكأن النجاح وصمة صعبة هي لازم تبرر هي ليه عملت كده. هيكون طلبها الوحيد أنها غالباً تقرب كده شوية، لما تقرب هتجني ثمار نجاح الست. ثمار نجاح الست كفيلة أنها تغير رأيك في الموضوع ده كله، لأنها غالباً لما بتنجح، أنا مش بس بتكلم عن ست اللي بتشتغل وتبقى مضطرة ومقهورة وزعلانة أنها بتشتغل، لا، هي لو عايزة تشتغل هي بتتحول لشخص سعيد قادر أنه ينقل عدوى السعادة في البيت. وغالباً النجاح ده بيربطها بهدف كبير هي اتخلقت علشانه، ولو إحنا مش مصدقين أننا اتخلقنا عشان أهداف كبيرة غالباً إحنا دي مش مناقشتنا. لكن الست تحديداً اتخلقت عشان تعمل جمال، قصد وجود الست صناعة الجمال، فنجاحها بيحرك جواها الإحساس ده بالمسؤولية بأنها تخلق جمال، فترجع تربي أطفال أسوياء قادرين يقدروا اللي هي بتعمله. ببساطة جدا الست اللي بتقعد في البيت ست عظيمة جدا 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 لأنه ده اختيارها، والست اللي بتشتغل ست كويسة جدا 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 لأنه ده اختيارها. بشجعك بس المرة الجاية لما تشوف ست بتشتغل وناجحة في شغلها قول عليها مثلا يعني، او غالبا ما تقولش حاجه، سيبها في حالها. خد نفسك شويه يا غالي وارجع نكمل شغل عالي. شغل عالي شغل عالي. لو انت شغال في شركه كبيره فهتكون شخص من اتنين، يا إما واحد باصص لهدفه ومركز في شغله علشان يتطور ومرتبه يزيد ومكانته كمان تزيد، يا إما واحد تاني واخد قرار إن صاحب الشغلانة بيمص في دمه وجاي عليه وإنه عمال يكبر يكبر وإنت محلك سر. بص أنا معاك، وارد جدا كمان، بس صوابعك مش زي بعضها. يعني عندك مثلا شوكين هوسكاربا، مليونير برازيلي عنده فيلل وطيارات خاصة وقصور واستثمارات برا وجوه البرازيل. في يوم من الأيام الراجل صحي من النوم قال للموظفين بتوعه والإعلام كمان إنه قرر يدفن عربيته معاه لما يموت. أول حاجة طبعا هتيجي في بالك لما تسمع الراجل ده إنه مفتري، ما هو كان اتبرع بفلوس العربية للشباب وانتوا عارفين بتمنها تحل أزمة كام بيت. عايز أقولك إن الإعلام مسك الراجل ومعتقهوش. الفكرة إن البرازيل برضو بتمر بظروف اقتصادية صعبة والناس قطعوه حرفيا من كتر النقد. تخيل بقى ان الراجل طلع في الاخر عامل حتة كده من بتوع الافلام الامريكاني وقال للناس انتوا بتدفنوا معاكم حاجات قيمة اكتر بكتير من العربية. وطبعا هنا كان يقصد الاعضاء البشرية، علشان تتحول كل الانتقادات لإشادة كبيرة بالدور المجتمعي اللي تسبب فيه بدعمه قضية مهمة زي دي بطريقة ذكية جدا. طبعا الكلام ده مش في البرازيل بس،
عندنا مجموعة العربي مثلا اللي قدمت حاجات كتير لبلدها في دور مجتمعي كلنا شفنا تأثيره في جنازة الأستاذ محمود العربي، اللي أنشأ مدارس ومؤسسات خيرية وحاجات تانية كتير. وما نقدرش ننسى كمان روبن ويليامز اللي كان بيطلب من شركات الإنتاج توظف عدد من المشردين طول فترة تصوير الأفلام. شغل عالي شغل عالي. على مدار حلقات كتير من شغل عالي شفنا وتعرفنا وتكلمنا مع شخصيات كتيرة جدا من القطاع المهني، العالم اللي كان بعضنا غايب عنه كواليسه وتفاصيله. في كل مهنة كنا بنتعرف على نجومها وعلى صنايعيتها وعلى الناس اللي بتشتغل فيها، كان بيتكشف عندنا كنوز حقيقية. النهاردة وفي حلقة خاصة جدا، أنا شخصيا بعتبر نفسي محظوظة والبرنامج محظوظ إننا قدرنا نجمع مجموعة من أشطر وأجمل وأنبل مبادرات بتحصل على الأرض لخدمة المجتمع، مش بس لخدمة الشغل في شكله التقليدي بأنه شغل يعني حقق نجاحات وحقق مكاسب، لكن النهاردة هناخدكم في رحلة لنجاحات من نوع تاني، لجهود بتحصل على مدار الساعة بشكل مختلف تاني، لحاجات بتأثر عليا بشكل مباشر بس أنا مش عارف مين اللي وراها، مين صنعها، وإيه الرؤية اللي ورا تحقيق كل ده. النهاردة أنا متشرفة بأننا حلقتنا عن مفاهيم يمكن تكون جديدة عننا. هو الشركات تفرق معايا في حاجة؟ لو أنا ما بشتغلش في الشركة دي، هل الشركة دي بتعمل لي حاجة؟ بتفرق مع المجتمع في حاجة؟ النهاردة معانا مجموعة من المؤثرين في قطاع المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وأيضا الحلول اللي تخلينا نقدر نقول إنه الشغل مش كله ربح ومكاسب وفلوس، لكن كمان في جزء مهم جدا يخصنا ويهمنا، وأعتقد أنه يفرحنا جدا أننا نعرفه ونعرفهم. رحبوا معايا بالأستاذة لميس علي نجم. لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، حصلت على قلادة المرأة المصرية عام 2020، فازت بجائزة أفضل امرأة عربية في مجال المسؤولية المجتمعية، اختيرت من ضمن أكثر 50 سيدة تأثيراً في الاقتصاد المصري خلال 2015. رحبوا معنا كمان بالأستاذة نيلي محمود. نيلي محمود، خبرة واسعة بمجال التسويق والاتصالات والإعلان والمسؤولية المجتمعية للشركات المستدامة، رئيسة قسم التسويق والاتصالات في إي جي بانك، اختيرت ضمن أفضل 50 امرأة مؤثرة في مصر عام 2020، أدارت حاضنات أعمال مخصصة للشركات المصرية الناشئة في مختلف القطاعات، عملت بمؤسسة التمويل الدولية وعضو مجلس إدارة معتمد من قبل EIOD. تحابوا معايا بالأستاذة نجلاء نصير. نجلاء نصير، رئيس قطاع المسؤولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، ضمن قائمة أكثر 50 سيدة مصرية مؤثرة في المجتمع المصري وعالم المال والأعمال، عضو مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، فازت بجائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية، حصلت على قلادة المرأة المصرية ضمن 30 نموذجا نسائيا مصريا. هلو، نورتي نورتي يا استاذ. رحبوا معايا كمان بالأستاذ وليد حسونة. وليد حسونة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو، رئيس مجلس إدارة باي تابس مصر، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك عودة، رئيس التمويل المهيكل والقروض المشتركة في بنك مصر، نجح في تصدر جدول ترتيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القروض المشتركة. رحبوا معنا كمان بالأستاذة غادة حمودة. غادة حمودة،
رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بشركة القلعة، اختيرت من ضمن قائمة أكثر 50 سيدة تأثيراً في مصر، عضو مستقل بلجنة الاستدامة بالبورصة المصرية، ضمن قائمة فوربس لأكثر 50 شخصية قيادية بمجال التسويق والاتصال في الشرق الأوسط، عضو مؤسس بالشبكة المصرية لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. يا مراحب، والنهارده انا عندي 15 مراحب كده، مبسوطه جدا جدا بوجودكم معانا. كل حد من الموجودين قيمه في حد ذاته. عايز ابدا مع حضرتك يا استاذه لميس مباشره. هو الشركات وتحديدا البنوك، لان حضرتك مسؤوله عن لجنه التنميه المستدامه في اتحاد بنوك مصر، البنوك والمؤسسات المصرفيه الكبيره بتقدم خدمات ايه للمجتمع احنا مش شايفينها او احنا مش حاسين بيها؟ دينا متشكره جدا لوجودي مع الناس الجميله قوي دول. انتوا عمرنا بنشتغل مع بعض وبنحب نبقى مع بعض. فاهم حاجه احب اعرفها لكل الناس طبعا ان القطاع المصرفي كله، البنوك واكثر الشركات كلها، بتحاول انها تتحد مع بعضها علشان يبقى في حاجه بتحصل توصل للافراد البساط. هديكي ابسط حاجه، بما اني في لجنه التنميه المستدامه في اتحاد البنوك، احنا من 2014 بنطور، جمعنا نسبه من فوائد البنوك او النسبه الارباح اللي البنوك عملتها، وعملنا مبلغ كبير جدا الحمد لله، وبنطور عشوائيات. تم اختيار منطقه حلوان دخلنا فيها احنا من 2014 لغايه النهارده، بنطور كل حاجه فيها، يعني مش الحجر والحجر والبشر والاطفال والسيدات والرجال والشباب وكل حاجه، والخدمات الاساسيه الطرق، غاز، كل حاجه، المواصلات، سفلتة الطرق، البنوك. وده بيحصل بجهود مشتركه من مؤسسات مختلفه، من كل البنوك. هي لو دي بالتحديد هتبقى كل البنوك، كل البنوك العامله، القطاع المصرفي كله. والمظله بتاعه التكامل دي ما تحصلش غير بتنسيق. تمام. انا عشان كده عايزه اقرب كمان في الفكره. انا عايزه اسالك استاذه غاده، ايه الفرق بين لما نسمع انه مؤسسه عندها ذراع خيري او عندها بتعمل خير، وما بين ان استاذه لميس تقول لنا في حاجه اسمها تنميه مستدامه، وما بين مسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه؟ استاذه دينا، اولا بشكرك على وجودي النهارده مع زملائي وحبايبي واصدقائي، وموضوع مهم جدا بتثيريه في وقت احنا حاسين بكل الظروف الاقتصاديه والتغيرات اللي حاصله في العالم حوالينا، ما اثر على دور القطاع الخاص بصفه يعني واضحه جدا. القطاع الخاص كان دائما ابدا الكل بيبص عليه ان هو دوره راس ماليه للمساهمين، ان هو المفروض ان هو يعمل ريفينيو ويعمل ربحيه، والكلام ده من ايام ميلتون فريدمان من 2000 من السبعينيات. تطور الوقت والنهارده بنتكلم على ان القطاع الخاص ليه دور تنموي واضح، شريك تنموي مع الحكومات، لان الحكومات ما عندهاش الفاندنج، التمويل الكافي ان هم يقوموا بالمجتمعات وان هم يعملوا دور التنموي اللي محتاجينه، سواء في التعليم ولا في الصحه ولا في البنيه التحتيه. ده اللي بنسميه مثلث التنميه. ده مثلث التنميه، الحكومه، القطاع الخاص، القطاع الخاص والمجتمع المدني. النهارده بنتكلم على الاستثمار المسؤول ومسؤوليه متكامله للقطاعات والقطاع الخاص بصفه خاصه. النهارده بتتكلمي على ان المسؤوليه المجتمعيه اللي كنا زمان دايما الناس يعملوها بيستعملوها زي شماعه الحقيقه كانت، لدرجه ان انا جه عليا فتره انا اصلا الترم ما بقتش احبه، لان ما ينفعش بنبص على شركات كبيره جدا عالميه وعندهم ذراع سي اس ار وبيعملوا مجهودات، لكن في الحقيقه مش مطبقين جوه الشركه اي معايير للمسؤوليه. فده التطور بقى بنتكلم على ESG اللي هي الانفايرمنتال، اللي هي المسؤوليه البيئيه والمسؤوليه الاقتصاديه والمسؤوليه المجتمعيه، وبقى هو دوت الحقيقه المحور بتاع ازاي الشركات النهارده حتى المستثمر لما بيجي يحط فلوس فيها ازاي بيقيمها وبيبص عليها. انا هسال عن الجزء ده لانه كلام استاذه غاده خلينا نقول طب هو انتوا جوه الشركات الدنيا متقسمه ازاي؟ يعني هو مين او القطاع بتاع المسؤوليه المجتمعيه ده متخصص بس في ده ولا عنده اهداف ربحيه تانية؟ متقسمه ازاي الموضوع داخليا داخل المؤسسات وتحديدا البنوك، حضرتك مثلا في اي جي بانك؟
احب اشكرك يا دينا على الفرصه الجميله دي وان احنا نبقى مع زملائي في القطاع. هي بتتقسم وما بتتقسمش، يعني بمعنى ان المسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه ده لازم يبقى جزء رؤيه داخل ورؤيه داخل المؤسسه وجزء من الدي ان اي او الدم اللي بيمشي في شريان المؤسسه اول اوفر المؤسسه. فالقصه انه هي داخل الشريان بتاع المؤسسه، كل مؤسسه بتختار وفقا للفاليوز بتاعتها المجال اللي هي هتأوبريت فيه او اللي هي هتتفاعل فيه مع المجتمع ومع السوق على فكره ومع بالزبط. موظفينها ومع البيئه. ففي يعني قولي لنا اضلاع كثيره، يعني استاذه لميس قالت مثلا احنا ممكن ندخل على منطقه كامله نطورها بكل تفاصيلها، ايه مثال تاني؟ ايه قطاع تاني احنا ممكن نكون بنشتغل فيه؟ قطاع مهم جدا جدا اللي هو تنميه مهارات الشباب ومهارات رواد الاعمال اللي بتاهلهم على صنع المزيد من الابتكار. احنا بنتعامل مثلا مع اكتر من 350 شركه من الشركات الناشئه اللي بتتعامل في 22 اندستري او مجال مختلف، بنشجعهم على ان هم يكتسبوا مهارات تخليهم أكثر استعدادا لسوق العمل وسوق والتفاعل مع السوق والتجاوب مع السوق، وإن هم يكونوا فعلا لاعب إيجابي بنحضرهم في السوق، يدخلوا السوق معانا شركاء طبعا. يعني بالمناسبة احنا كتير في البرنامج كان معانا ضيوف هنا من اللي بيشتغلوا تحديدا في مجال التكنولوجي مثلا، كانوا دايما يقولوا أنا بأدين بالفضل لحاضنة الأعمال الفلانية اللي ادتني الدعم والبداية. هو ده اللي حضرتك تقصديه؟ يس. إن أنت تاخدي حد عنده فكرة تفضلي معاه لحد ما الفكره دي تتحول لمشروع. ده الدور بتاعكم، يعني احنا عايزين الشركات تكسب. بالمناسبه اي حد فينا يبقى وجهه نظره ان هم بيكسبوا واحنا لا، دي حاجه عايزه اصححها بقى عندك يا استاذه نجلاء. كل ما حجم الشركه وحجم اعمالها يكبر، كل ما يا اما يحصل حاجتين، يا اما نقول انا فين نصيبي في كل الشغل الكتير، انا عايز فرصه اشتغل معاكم مثلا، او ان انا عايز اعرف انتوا بتقدموا ايه للمجتمع. فأكيد تعرضتي للسؤال ده حقيقي، يعني هو السؤال ده بيطرح كتير. بس اللي عايزة أقوله إن إحنا لما بنشتغل على المستوى المسؤولية المجتمعية في مبادرات، أنا محتاجة إن أنا أوصل للناس أقول لهم أنا بعمل إيه. بس أنا مش لازم إن أنا أستفيد يكون في فايدة مباشرة ليا كشركة من هذا العمل اللي أنا بعمله كمسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع. فإحنا بندخل في مبادرات كتيرة جدا علشان نعمل التنمية المستدامة اللي إحنا الهدف أو المسمى بتاع حلقة النهاردة، وهي إن إحنا نحاول ان احنا نفكر زي ما احنا بننمي دلوقتي وبنعمل انشطه ومبادرات وبنوفر مستوى لائق للمعيشه او نمو اقتصادي، ما ننساش الاجيال وحق الاجيال القادمه في انها تفضل انها تقدر انها تعيش وتكمل وتقدر انها تنمي. عشان كده مثلا عندك جهود كتير في مجال التعليم. بالظبط كده، التعليم الفني. انا لازم تقول لنا يعني انتوا بتشتغلوا مثلا في مجال التعليم الفني بمدارس متكامله، صح؟ احنا اخذنا الطلبه بتوع اعدادي اللي هم خارجين من اعدادي وابتدينا ان احنا نعمل مدارس تكنولوجيه تطبيقيه. طب ليه؟ علشان اكشلي احنا دلوقتي كل التوجه ان احنا بنعمل المدن الذكيه، بنعمل محتاجين اللي هو انترنت الاشياء، محتاجين ارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي، كل التخصصات دي محتاجينها عشان هي دي المدن اللي بتتعمل الجديده دي دلوقتي كلها، العاصمه الاداريه وغيره، محتاجين الكواليفايد تكنيشن ده الفني العالي الجوده. الناس بتعرف ان في برامج بتهمها وبتدعمها وبتدعم المجتمع، دمور بيبقى فيه definitely positive طبعا. contribution، ودمور الناس بتبقى حابة انها تخش في البرامج دي، وده شيء مهم جدا ان الشركات تكسر كمان الحاجز اللي بيكون ما بين الشركة وما بين الجمهور. انا عايزة بقى اخد من كلامك واعمل تيست دلوقتي حالا، مين من الضيوف اللي منوريننا هنا في الاستوديو يعرف مثلا انه في فرصة انه يروح يتدرب في مبادرة تبع بنك؟ حد يعرف حاجة شبه كده؟ اللي هي كذا حد اعرفه يعني دخل المدارس دي وطلع منها، وكان نصحني يعني ان انا يعني اجرب حاجه منهم يعني او زي ورشه منهم يعني. يمكن انت تقصدي تدريب مهني في الصيف مثلا او حاجه تشبه كده. استاذ وليد، احنا دايما بندور في البرنامج على مستقبل الاشياء،
ومن ضمن الحاجات اللي حصل فيها طفرة حقيقية نظم الدفع. احنا النهاردة معنا القطاع المصرفي وكله، لكن نظم الدفع اللي فاليو بتوفرها، بعض الناس هيقول لك دي الناس اللي بتاخد فلوس، بياخدوا مننا فلوس كتير جدا. ايه اللي التقنيات او الخدمات الكبيرة المهمة دي بتقدمه كمان للمجتمع، قد يكون بشكل مباشر او غير مباشر، بس احنا اكيد في حاجه ما نعرفهاش. طيب اكيد طبعا، هو بالنسبه للشكل المباشر احنا جزء من مجموعه كبيره اللي هي مجموعه ماليه ارمس، واحنا عندنا فاونديشن متخصصه للسي اس ار بالثري بيلرز بتوعه بالظبط، وبتعمل كل حاجه بتتعمل سواء صحه او اعاده تاهيل او بتاخد كره كامله في الصعيد وبتطورها وبتطورها فروم اي تو زي. فاحنا مهتمين قوي نبقى كمان ريسبونسبل براند. يعني ايه ريسبونسبل براند؟ لان هي دي او يعني شركه مسؤوله، شركه مسؤوله ادائها في السوق بيعبر عن مسؤوليه. نعملها ازاي؟ فبنقول دايما ان احنا عايزين نوفر للعملاء بتوعنا حاجات مش طبيعي تكون متوفره في الشركات الشبيهه لينا، عشان لما العميل النهارده يقرر وسط المنافسه انه عايز يشتغل مع حد، هيبقى عايز يشتغل مع حد قريب ليه، حد بيساعده. فبدانا نعمل حاجات مختلفه. اول حاجه مثلا بنعملها ان احنا مهتمين بتمكين الشباب، فقررنا ان احنا يبقى عندنا نموذج اعمال بيخاطب طلبه الجامعه. فحضرتك النهارده طلبه الجامعه يقدروا يحصلوا على قروض مثلا صغيره جدا. الهدف منها هنا الحقيقه ان انا اوصله للفاينانشال انكلوجن بدري قوي، ابدا ابني له كريدت سكور بدري قوي. يعني انا عايزك تدخل معايا جوه المنظومه دي، لما تيجي تتزنق في فلوس ما تستلفش من الراجل اللي بيضحك عليك ده، لكن يبقى عندك مسار قانوني وشرعي لانك تستلف فلوس تعمل بيها، يبقى عندك تصنيف ائتماني يسمح لك تتعامل مع البنوك بمجرد تخرجك. الحاجه الثانيه اللي بنعملها ان احنا بنيجي في الاوقات معينه في السنه ونبقى عارفين حجم الضغط على الاسره المصريه في مصاريف المدارس مثلا. فاحنا مصاريف المدارس عندنا عليها دايما 50% من قيمه الفوائد اللي بناخدها في العادي، لان احنا كدعم للناس في التعليم بنقدر ندي حصص او اموال اكبر للتعليم. يعني ممكن حضرتك تطلبي مني حاجه فاقول لك انا مثلا الليمت ده 20,000 جنيه او لحد 120,000 جنيه، ولكن لو حاجه هتحتاجيه في التعليم انا هقدر ارفعه ل 50,000، هقدر ابسط المدفوعات بتاعته، هقدر اغير شكل المدفوعه دي. بنيجي مثلا في دخول المدارس بنحاول ان احنا نعمل عروض على مستلزمات الدراسه، الشنط او الاوحده الدراسيه. في الاعياد بنحاول نعمل عروض على الملابس. فبنحاول دايما يبقى العميل شايف ان في كذا شركه في السوق، بس في شركه بتقف جنبي في الاوقات اللي انا عارف ان هي صعبه او كده. قد ما انا سعيده جدا بالكلام اللي بسمعه، قد ما انا حاسه بالغيره انه مش ناس كتير تعرفه. عشان كده بعد ما ناخد نفسنا شويه كده من الكلام المهم ده ونرجع نشوف ايه التطبيقات، يعني المشروعات الكبيره والتنسيق الكبير والمؤسسات الكبير، الكلام ده بيحصل، انا اوصل له ازاي؟ انا كشخص عادي ممكن استفيد من الخدمات الكتير اللي موجوده في المؤسسات الكبرى في مصر ازاي؟ خد نفسك شويه غالي وارجع نكمل شغل عادي. لسه بنكمل عن المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ومسؤولية الشركات تجاه الأفراد في المجتمع، كل الأفراد مش بس الأفراد اللي بيشتغلوا فيها زي ما احنا كنا فاكرين، ولا مسؤوليتها تجاه نفسها إنها تحقق أرباح شخصية ليها أو فردية يعني ليها، فبالتالي ده بيعود على المجتمع في شكل ضرائب أو خدمات تانية. لا، احنا بنتكلم عن مسؤولية مباشرة الشركات بتحققها في المجتمع بس بسبب وجودها شغلها هنا في مصر. عايز أرجع أسأل في شوية تطبيقات فساعدوني كده. يعني أستاذة غادة، أنا أقدر أفهم أنه عندكم جزء من الرؤية، وبرضه هنفضل نستعير الكلمة الحلوة بتاعت الـ DNA، جزء من هوية الشركة هي دعم ومشاركة التعليم. إيه الخدمات اللي بتقدموها للناس بشكل مباشر في مجالات التعليم ومين اللي ينفع يستفيد؟ خلينا نقول إن أول حاجة كلمة الـDNA أو الهوية المؤسسية، وإن كل شركة وهي بتبتدي دايماً بيبقى في منظور ورؤية ليها، إيه المجالات اللي عايزة تعمل تأثير فيها؟
احنا من ناحيه مجال الاعمال قطاع الاعمال احنا مركزين على الطاقه والطاقه المتجدده، وبنساعد الحكومه في مشروعات كتيره دلوقتي للانتقال للاخضر زي ما بيقولوا، انتقال للطاقه النظيف. من ناحيه البيئيه بنبص على دايما السوشيال الانفيرمنتال امباكت بتاعنا كشركه، دي حاجه من الاساس لان احنا اصلا ابتدينا كشركه استثمار مباشر، وبالتالي كان عندك تمويل تنموي دايما داخل معاكي وبيبص على بتعملي ايه الانفيرمنتال سكور كارد بتاعك، انت بيئيا اثرك ايه في كل منطقه بتدخليها. يعني برضو حضرتك صححي لي، هي التنميه المستدامه هل هي مسؤوليه برضو تجاه المجتمع بس ممتد اثرها يعني للمستقبل؟ زمان كانت المفهوم التنموي كان دايما اقتصادي. مع الوقت تنميه يعني بقى تنميه اقتصاديه ومع الوقت الجزء البيئي اتضاف، الجزء البيئي اتضاف للتعريف دوت. بقى النهارده لما بنتكلم على التنميه الاقتصاديه لازم فيها بعد بيئي وبعد سوشيال وبعد مجتمعي. لكن برامج التعليم يعني جوه الشركات بقى النهارده انت لما مصر بتبص على 17 جول اللي عملها اهداف التنميه المستدامه اللي الامم المتحده و196 دوله اجتمعوا عليهم في 2015، ومصر كانت من الدول اللي مضت عليها. التطبيق حصل على مستوى 2030، عمليه بقى استراتيجيه 2030، ودلوقتي كمان بنعمل استراتيجيات عشان تغير المناخ، لكن حصل توطين للاهداف دي، وعلى مستوى الشركات كمان حصل توطين. العامل البشري ده جزء مهم جدا اللي هو السوشيال انكلوجن، اللي هو ازاي انت بتبقى عندك شمول بانك تدخلي، مش عايزه زعلانه جدا لحد النهارده لسه بنقول شمول، ازاي المراه نحقق تمكين اقتصادي للمراه، تمكين للشباب، ازاي تحضري الشباب دهوت ان هو يبقى عنده الامكانيات وعنده السكيلز اللي تسمح له انه يقدر ينافس، يبقى عنده قدره تنافسيه. كل سنه بتخدموا كام شاب مثلا في البرامج التعليميه؟ احنا 2016 عملنا قلعه هولدنج فاينانشال سيرفيسز سنتر، حاجه مع الجامعه الامريكيه، خرجت الافات الطلبه في مجال الفاينانشال سيرفيسز الخدمات الماليه. فانت برغم كل الظروف الاقتصاديه، الجائحه، الحرب الاوكرانيه الروسيه، انت عندك لسه عائد سمح لك تقدري كل سنه تطلعي ما بين 15 ل 18 طالب وطالبه، 46% منهم سيدات، والباقيين كلهم شباب من 15 محافظة في منتهى النبوغ، سافروا ورجعوا، فتحوا النهاردة اللي فاتح عنده شركة بتاعت في ريادة الأعمال. قادر أتخيل حد خد الفرصة وتمكن ورجع كمان اشترطنا عليه أنه يرجع مصر، دي قادر أتخيل قد إيه ممكن يكون تأثيرها عظيم مصر. أنا عايز أرجع بقى لنقطة حضراتكم كلنا اشتركنا فيها. اتفضل. إحنا مفكرنا كل شركة بيبقى ليها يعني بادجت أو مصروف للدعاية، ميزانية، ودايما هتلاقي الشركات الكبيرة بتعمل رعايات مهمة. أيوة. احنا مفكرنا نعمل رعايات، يمكن أول رعاية عملناها قلنا إن احنا دايما عايزين نبني بطل أولمبي. فكنا أول حاجة عملناها رحنا لهنا جودة. هنا جودة كان من 3 سنين، كان عندها 11 سنة، تنس الطاولة مش كده؟ تنس الطاولة. هي كانت مصنفة عالميا في السن ده. فاحنا عملنا استثمار مع هنا، بقالنا دي السنة الرابعة اللي بندعمها فيها، او يعني بدأنا السنة الرابعة. النهاردة هي المصنفة الأولى على أفريقيا للكبار. هي دي نقطة عظيمة وعبقرية، بس أنا طول الوقت عندي الحيرة دي، مين بيدور على مين؟ يعني برضو هرجع لدور التنسيق. التنسيق عظيم عشان نقدر نعمل مجهود مؤثر، بس هل في جهود تنسيقية أننا ندور على الأشخاص اللي بيستاهلوا هذا الدعم وهذه البرامج والأنواع دي، ولا بصراحة كده عشان كمان إحنا لما نسمع نتخض ونحس بمسؤوليتنا إحنا كمان يعني، ولا هي برضو جهود شخصية أن أنا أعرف أوصل؟ لا، هي كل حاجة على بعضها، منظومة كاملة. إحنا بنقعد مع بعض نتكلم ونتفق ونشوف إيه اللي ممكن نعمله وإزاي نوصل له. ده قطاع مصرفي وبينضم لنا في اوقات كتيره، وانت انضميتي مره في اجتماع. ان احنا بنقعد نتكلم احنا عايزين نعمل ايه او نعمله ازاي، هنوصل ايه، ممكن ارجع لوي او لا انا محتاجاكي في حاجه. يعني من ضمن مراحل التطوير وانا بطور في حلوان، انا بعمل مدرسه مش موجوده. فانا بعمل مدرسه رول، حاجه موديل جديد مش موجود، لا انترناشونال ولا انا قدوري قطاع مصرفي رحت الشركة متخصصة في الإدارة، ده عشان أنقلها من إن هي CSR لأن هي مستدامة. بالزبط. أنا عايزة المدرسة تستديم وتفضل، أنا موجودة النهاردة، مش موجودة بكرة ولا بعده. فالباشن اللي عندي مش هيبقى عند اللي بعدي، لأن أنا بنيتها واشتغلت فيها. الأثر بالظبط. فالمدرسة شغالة هتبتدي تشتغل، فبجمع كل الجهود مع بعضها عشان تطلع المدرسة بشكل جميل جدا، وفي منطقه ما حدش متخيل. في حلوان المدرسه فيها العاب، فيها رياضه،
فيها تمثيل، فيها كل حاجة، فيها حمام سباحة، فيها ملاعب، فيها كل حاجة. كل الأطفال اللي هتطلع هناك هتطلع صح قوي. حلوة. أنا بحاول أطلع جيل صح مخدوم. بالظبط. كل حاجة هياخدها وكلنا بنشتغل مع بعض. هو عايز أفهم القرار. هو الموضوع فعلا لازم يجي من الطرفين. يعني لو احنا مثلا كنا ان احنا بندعم رواد الأعمال وبندعم الشباب ورحنا فعلا أثرنا في 15,000 حياة 15,000 شاب، احنا نؤمن جدا بمنطقة المهارات بجانب التعليم. لازم الشاب يبقى هو عايز يجي كمان ويدور ويبقى عاوز يجي يتعلم، محتاج يبذل مجهود يمكن اكتر في ان هو، او يمكن التوعيه يا دينا اللي انت بتعمليها دلوقتي دي حاجه مهمه جدا، ان الشباب يدوروا او المراه او في فرص، يعني اقصد في فرص يدور، يبتدي يدور على مؤسسه. يمكن دلوقتي هو عارف اهو ان البنوك بتعمل، انه شركات الاتصال بتعمل، ان سو ان سو فور، فيبقى في من الطرفين لازم. وبوافقك جدا، هو لو ما دورش وتحمس وقدم واستنى دوره في القبول مش هيلتزم. انا بقى من زاويه تانية عارفه انه في قطاع اصغر مش هيعمل الدور ده. يعني انا ما اقدرش اقول لطالب مثلا عنده 12 سنه ولا 14 سنه ما خدش فرصته انت دور، لكن في الحاله دي احنا بندور عليه. عشان كده سؤالي ليك يا استاذه نجلاء، ازاي بيتم القرار اختيار المكان المشروع اللي بتشاركوا فيه؟ يعني انا اقدر اتفهم انه اكيد بيتعرض كل يوم مئات المشروعات اللي محتاجه دعم، ده حقيقي. تاخدوا قرار ان انا هستثمر في ده، انا هحط الميزانيه بتاعتي في ده ازاي؟ بصي، احنا بيتعرض علينا حاجات كتيره قوي، مبادرات كتيره، وبنقعد مع مؤسسات مجتمع مدني، بنقعد مع مسؤولين في وزارات علشان نقدر نمسك في ايدينا نقول ايه المشاكل او ايه الملفات اللي محتاجه دعم من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص عشان نقدر ندخل فيها. ان انا ما ادخلش بقى اقعد انا كمان اعمل حاجات زي ما كل الناس تعمل، لا، انا اشوف الحاجات اللي ليها اولويه، اللي بتخدم قاعده عريضه فعلا من المجتمع ذات اولويه، يعني مشكله وهدخل احلها فعلا، اوكي، وساعتها بنبتدي ناخد القرار بناء على كده. فعلشان كده بقولك هي فعلا المسألة من الطرفين، الشباب لازم يبتدي يبذل مجهود ويدخل يدور، الوزارات بتنزل مبادرات، الشركات بتنزل مبادرات وكويسة جدا، البنوك بتنزل مبادرات، فهم عليهم جانب. الجانب التاني من عندنا ان احنا لازم نوعي المجتمع ونبتدي ننشر على وسائل التواصل الاجتماعي احنا ان احنا عندنا المبادرات الفلانية وتعالوا وتفضلوا قدموا فيها. احنا النهارده بنسال عن حاجات بتغير من جوده حياه الناس، يعني حاجه مهمه قوي. عايز اسالك عن سؤال انا يعني محرجه وانا بساله بس لازم نساله، الى اي مدى ممكن الدور ده المنظم اللي فيه شمول مالي ينقذ اسر ممكن تكون بتتعرض للحبس والايصالات الامانه والنستلف من جارنا اللي بياخد قد كده؟ السلوك ده اللي احنا كلنا يعني بنستهجنه بس هو موجود مش هينفع ننكره، هل واحد من الاهداف لمؤسسه فاليو اننا نقلل من ده او نقضي عليه؟ لما يكون 50% من عمليات الحاجة تبوليها في الشهر بدون فوائد، والعميل يقدر يشتري بدون فوائد بس، يعني خلينا نقول كده، يعني العميل الشاطر قوي في فاليو هو هيشتري في العرض او هيشتري بدون فوائد. لو حاجة بتمثلي 50% بفوائد و50% تقريبا بسعر البنك، متوسط العميل دايما اقل من سعر البنك، متوسط العميل اقل بكثير من سعر العميل اللي هو بيشتغل معاه، الراجل اللي عنده في الشارع اللي بياخد منه بياخد منه 100 جنيه على 1000 جنيه كل شهر. وده خلى ايه؟ ده خلى البنوك تبدا تخش معانا في المجال بتاع التسويق، لتسويق الباي ناو باي ليتر. النهارده احنا لما بدانا في الماركت كان في بنكين او ثلاثه مهتمين بالمنتج ده، النهارده جميع بنوك مصر عندها نفس المنتج، وعندها نفس المنتج بدون فوائد وعلى مدى طويله. في الفاليو اللي احنا بنتعاون زي ما وليد قال كبنوك، مش بتكلم تحديدا علينا بس بتكلم على القطاع المصرفي، بيتعاون مع البي ان بي ال والفينتك علشان يحقق مفهوم الشمول المالي ده للقطاع كله. عشان كده كنت بقول لك ان التكامل والتنوع ما بيننا ده ميزه للتاثير الايجابي. الموضوع سهل جدا، المهم الناس تبقى عارفه ان النشاط المالي مكمل لبعضه. يعني انا النهارده ممكن اقدر اوصل للعميل بس ما اقدرش امول العميل، فلازم حد يمول العميل بالزبط. لازم حد يلم الفلوس، وده التكامل، لازم حد يلم الفلوس. يعني شركات الدفع الالكتروني هي اللي بتلم الاموال لينا، البنوك هي اللي بتمولنا، فحضرتك فاهمه قصدي؟ الاي سكور هي المنظومه اللي بنبص فيها على كريدت سكورنج، فهي كلها حاجات متشابهه. احنا بس بنركز على قطاع معين من العملاء وقطاع معين من الخدمات، قادرين نخاطبه وقادرين نوصل له، ويسمح لنا ان احنا نوصل له، وباستخدام بقى
اساليب التكنولوجيا دي بتقلل لنا التكلفه بشكل كبير قوي. فاقدر اشتغل كانترميديري بين البنك وبين وسيط. المستهلك النهائي كوسيط بين البنك والمستهلك النهائي واحقق ربحيه باستخدام التكنولوجيا، وهو ده الفنتك. انا مش عايزه الوقت يخلص، لكن عندي سؤال اخير لحضراتكم لانه مبسوطه جدا جدا. ايه اللي ممكن نتوقعه من شراكات ومن تعاون الشركات والمؤسسات، الحكومه مع القطاع الخاص، الاطراف المختلفه؟ ايه اللي جاي يا استاذه لميس انت تحبي انه الناس كمان تعرفه وتستناه وتدور عليه؟ هو ده املنا طبعا. الهدف الاساسي والرئيسي ان كله يبقى متشارك مع بعضه، ما يبقاش في جزء بيشتغل او اكتر من حد بيشتغل في منطقه ومنطقه ثانيه ما فيهاش حد بيشتغل فيها. اكبر مثل حياه كريمه، الوزارات بتشتغل مع بعضها، البنوك دخلت في حياه كريمه يعني بدور كبير جدا. البنوك دخلت، الشركات كلها دخلت، فكله بيشتغل مع بعض. يعني الاتحاد فعلا الاتحاد قوه، دي ما فيهاش جدال. ده اللي احنا شفناه فعلا. وبشكر حضرتك لما تذكري حياه كريمه، احنا بنقول انه التنسيق اصلح ما افسدته النوايا الجيده. يعني انا بحس كده، كنا كلنا عندنا نوايا حلوه بس بنشتغل كل واحد لوحده. يعني ان حياه كريمه ما هواش مجرد ان انا بطور بيوت، لا لا لا، الموضوع بعد من كده بكتير. بالزبط. تطوير انسان، جوده حياه، بالظبط، وجوده حياه، حاجات صحيه، رعايه صحيه بتوفر لهم، غير الانفراستراكشر والبنيه الاساسيه بتاعتهم، لا يعني بتعمل لهم مشاريع للتمكين الاقتصادي، فانت بتساعديهم من كل الجوانب. استاذه غاده، ايه اللي جايه؟ ايه اللي جاي؟ اول حاجه عايز اقول لك، احنا في غيره شديده جدا ان القطاع المصرفي في تنسيق، ليفل من التنسيق الحقيقه، وبحيي كريم بقى مع الكبيره، بحيي سمير الاستاذه لميس الكبيره. بس طبعا الحقيقه مش الكلام ده مش موجود في قطاعات كلها، الكلام ده موجود فقط في القطاع المصرفي، وفي مصر عندنا فراجمنتيشن وضعف. انا عايزه ممكن عايزه احيي فعلا المجهودات بتاعه القطاع المصرفي، وبجد عايزه اقول لكم شكرا انه ده بيحصل. يعني انا شخصيا المعلومه دي كانت جديده بالنسبه لي، ولما شفتها من الكواليس فهمت قد ايه الاثر كبير بالتجمع ده او بالتنسيق. فاحنا اتمنى ان اللي جاي ان احنا من خلال الفيدريشن اوف ايجيبشن اندستريز ان القطاعات تبتدي تتعاون، وهي هتضطر تتعاون لان القوانين هتفرض عليها تتعاون من الناحيه البيئيه ومن الناحيه المجتمعيه ومن كل النواحي. ولكن النهارده مش موجود ده. الحاجه الثانيه المهمه جدا شايفاها ان هي هتيجي التوعيه. اي ثينك كلنا عارفين ان دورنا مهم جدا في خلق توعية وخلق أمل للشباب. الأمل ده معناه أنهم يعرفوا أن في فرصة، لازم يعرفوا الفرص اللي مقدمة واللي موجودة. أنا أمل كبير جدا في الشباب، إحنا بنحاول نخلق الجيل الجديد اللي هو هيبني المستقبل ده من خلال المنح. عندنا كمان 36 ألف بيستفيدوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة من اللي بنعمله على الأرض في منطقة مستورد حوالين المشروعات بتاعتنا. الشباب النهاردة 80% من الناتج المحلي هيجي من الاس ام ايز والستارت ابس والشركات الصغيرة. هم دول مستقبل مصر، وهم دول اللي إحنا كلنا الحقيقة بنحاول نخلق كوادر تقدر إنها تبني، ونخلق لهم بيئه داعمه ان هم يحلوا مشاكل بطريقه تسرع الوتيره دي. هي تبتدي معاهم من وهم، وده مظبوط. احنا في المدارس بنعمل كده، في المدارس لا والله بنعمل كده في المدارس في يعني استاذه رجلاء بتشتغل مع السن الاصغر مع شباب التعليم فعلا، وبعد كده يطلعوا ياخدوا بقى سكولرشيب بعد كده. احنا عندنا حقيقي بنعمل في منطقه الصور، بنكمل عند استاذه نيلي نعمل المشروع مش كده. بصي لحد المشروع بالظبط في الاحتضان بقى في الحضانه، يعني متخيلين احنا على 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 الكنبتين الحلوين دول. احنا معانا قامات بتعمل ايه يعني من اول تاسيس والشغل في المدارس، منح جامعيه، تمكين وحاضنات اعمال من اول المدارس. انت عندك كمان 16 سنه واحنا كمان مدارس يعني على فكره. احنا عندنا طلبه في الابتدائي، بناخد طلبه الابتدائي من اول بتحل لهم مشكله النضاره اللي طلعت السبب الرئيسي انهم ما بيحدوش ينتظموا في المدرسه، لحد بتروحي عند طلبه ثانويه عامه اللي مش شايفين في فرصه يتعلموا، وبتدي لهم فرص جوه مصر، يروحوا عين شمس التخصص، يروحوا جامعات وجامعة الأمريكية. للمدرس اللي محتاجة تعملي استثمار فيه وتدي له منها علشان يبقى عنده يطرح جامعة أمريكية يعرف تدعميه، يعرف يعني احنا يا جماعة اتفقنا ان احنا نقعد ندور على منح. يعني بعد الحلقة دي هنقعد ندور على منح ونشوف. لا والله بس دي بجد؟ لا ونشوف المؤسسات بتعمل ايه. ولو انا عايز ادور على حد يساعدني، انا عندي فكرة شغل هروح لك، قولي لي مستقبل حاضنة الأعمال العظيمة النشيطة الحلوة بتاعتكم دي اللي مش موضة. لا مش موضة، لا أنا بحس أنا بقول لك أنت عندك قدر من المنافسة جدا، إنه في ناس تقول إنه في حاضنة أعمال، لكن الخدمة الحقيقية اللي بتتقدم نادرة جدا، وأشهد إنكم واحدة من المؤسسات اللي بتقدم خدمة حقيقية جدا. إيه اللي بتتمنيه للناس الخريجين بقى برضو بتوع الحاضنة اللي عندكم إنه يقدموه للمجتمع وكمان يعود عليكم؟
انا عندي امنيات كثيره قوي يمكن هقولها بارت 2، بس انا حابه ارد على سؤالك. ايه اللي جاي؟ اللي جاي المزيد من الشمول المالي. احنا عندنا دلوقتي 37 مليون مواطن في مصر اكوردنج للبنك المركزي، احصائيات البنك المركزي، مشمولين في القطاع المصرفي، يمثلوا 56% من الادلتس اللي هم بانكبل، اللي هم يعني يخشوا في القطاع المصرفي. فدي ده اللي جاي. الشمول المالي ده مش مجرد مصطلح، الشمول المالي ده زي ما بقول كده احنا عندنا افاده واستفاده. افاده للشخص، وده دور التوعيه زي ما كانت غاده وزملائي بيقولوا، دور التوعيه اللي بيبتدي من اول سن المدرسه. احنا عندنا مثلا توعيه تثقيف مالي و أساليب أو أدوات توعية أخرى علشان نحضر الطالب من الأول خالص إنه يبقى يعرف يمانج هيز أون، يعني يدير الماليات بتاعته، مش بس إن هو يعني إزاي يقدر إن هو يدير مالياته، سواء في أيا كان حجم الماليات الفردي أو بعد كده لما يجي يفتح شركة أو بزنس مع أصحابه and so on and so forth. فهنا دور التوعية مهم جدا. فالمزيد من الشمول المالي ده ديفينتلي، المزيد من التنافسية في المهارات. احنا عصر المهارات، او دلوقتي بنعيش عصر المهارات، ومصر رائدة في تصدير المهارات، او اذا كان يجوز التعبير احنا من اكتر الدول في الريجن، في المينا ريجن، اللي فيها ريادة اعمال ورواد اعمال بيطلعوا يبقوا مثال يحتذى به. وشايفين كذا مثال، يمكن مش عايزة أدي أمثلة معينة بأسامي، لكن شايفين على مستوى منطقة الشرق الأوسط إن مصريين قد إيه سابقين في المجال ده وبيصدروا المهارات دهيا. فشايفة إنه المزيد من التنافسية في المهارات والتفاعلية مع المناطق اللي حوالينا في تصدير المهارات دهيا. ده او انه يرجعوا، عايزه اقول عشان يمكن انا بايست شويه ناحيه التكنولوجي، حابه ان هم الشباب يبتدوا يفكروا، او الاهالي والاسر كمان يبتدوا يفكروا بس بره الاطار التراديشنال التقليدي بتاع ان احنا ندخل ولادنا ثانوي عام وعشان يدخلوا كليه مش عارفه ايه كده. يا جماعه صدقوني يعني ده يعني المدارس التكنولوجيه الفنيه والتطبيقيه دي اصبحت يعني يمكن دلوقتي هي دي المستقبل فعلا، وده الشغل اللي جاهز بكره. لكن بالظبط ده اون ذا جراوند وموجود فعلا ومتاح. فكروا فعلا الوظائف المستقبليه هتلاقوها هناك، انتوا هتلاقوا المستقبل دول ده تعليم من اجل التشغيل. ده بقى هو وفقا لاحتياجات سوق العمل. فيعني حاولوا ان انتوا تفكروا بس بطريقه مش تراديشنال او غير تقليديه، وابتدوا يعني صدقوا فعلا ان الدوله بتعمل حاجات فعلا علشان مصلحه الاولاد. اعتقد يا استاذه نجلاء انه الناس هتصدق من اول ما تشوف دفعات حقيقيه، وده حصل في مدارس تعليم فني، الدفعات اللي بتشتغل قبل ما تتخرج، والدفعات اللي بتشتغل في اماكن مهمه جدا، الناس اللي تطلع وبره مصر فعلا وبيتشاف قد ايه نجحوا، ابتدوا اعمال صغيره وابتدوا بقوا باسم كبير وشركات كبيره. وبعتقد ان فعلا يعني انت بتقولي ايه اللي قادم، انا شايفه خلق قيمه مشتركه ومنفعه مشتركه للمجتمع، فيد واستفيد، دي قادمة وهي ابتدت تحصل اوريدي. انا شايفة ان طبعا المرأة هير، مش قادمة، هي هير قدمت خالص، احنا جينا، لكن هنشوف اكتر انكلوجن للمرأة ودور في القطاع الخاص زي ما الحكومة احنا شايفينه بقى قوي هيبقى في القطاع الخاص اكتر. انا شايفة ان المواطنة المسؤولة، يعني احنا كنا اول حد كويند الاستثمار المسؤول، وحد رئيس مسؤول عن النهارده سمعت كلمة الاستثمار المسؤول مهم جدا. المواطنة المسؤولة لو تفتكري في البانل اللي عملناه مع بعض، ان كل واحد فينا كل مواطن هيفهم دوره، ان عليه دور، اتس تو واي، عليه دور علشان المسؤولية، لان مفيش عرض واحد. النهارده بسبب التطور السريع اللي حصل في السوق المصري، بقى فيه من كل منتج او من كل مقدم منتج ناس كتير قوي. فحضرتك النهارده بتقرري تشتري حاجه منين، ممكن يبقى جزء من قرارك. هل دي شركه مسؤوله او مش مسؤوله؟ هل دي شركه ليها مبادرات فيها مسؤوليه ولا لا؟ المستقبل يمكن اللي جاي. هي دي نقطه كمان مهمه، احنا لما بنشوف اكتر الشركات اللي بتشتغل معانا على الارض، هو ده بيعمل حاجه. انتوا اكيد طبعا اساتذه يعني عارفين البراند لويالتي، انا بيبقى عندي انتماء للبراند، فموافقاك جدا. انا بختار، فانت يعني لو مش عايزه تعملي الكلام ده، غالبا العميل مش هيحس بفرق بينه يتعامل معاكي ومع حد اخر. فهو محتاج يشوف الفرق ده، مش بس في باقه الخدمات المقدمه او في سرعتها، هو كمان محتاج يشوف هل الشركه دي بتفيد الدوله،
هل الشركه دي بتفيدني انا شخصيا؟ قيمه مشتركه للدوله وللمجتمع، هل ليها دور في حاجه تانية؟ عشان كده الفتره اللي جايه زي ما بنتكلم على التعليم الفني، هو ما فيش ما يمنع ان، وده اللي بدا يحصل في دول اخرى، ان احنا النهارده زي ما نيلي كانت بتقول احنا عندنا مهارات بيتم استيرادها للخارج، يعني الناس كلها بتستورد مننا مهارات خصوصا في الجزء التكنولوجي او التقني، احنا عندنا طيور مهاجره كتير جدا. نبدا بقى نعمل كودينج للطلبه اللي في المدارس، يتعلموا كودينج، يتعلموا داتا، يتعلموا كل الكلام ده. ده متهيألي المبادرات دي موجوده فعلا، هو صح؟ ده حتى لو مش عايز تتجه للتعليم الفني، يعني انا بتكلم ان احنا ايوه المبادرات ايه عند تدعموها؟ من هنا اشبال مصر الرقميه، وفي مبادرات بقى في للاكبر اسمها ايه؟ دي احنا بنشجعها جدا. فاحنا جينا كمان بعض انا طبعا مش عارف ينفع اقول اسماء ولا لا، لكن بعض المبادرات الحكوميه لا الحكوميه حضرتك قول اسماء بالشراكه مع شركات اجنبيه بتعمل كورسات معينه لاحتياجات، احنا بنمول دي بدون فوائد، يعني اي حاجه من هذا المجال بنموله دائما بدون فوائد، بيبقى هدفنا ان احنا خلاص لو انت عايز التعليم ده احنا هنديك التعليم، هنديك القصه دي، وهنمول لك هنوفر لك تمويل بدون فوائد للحاجات دي. ده غير ان في بقى المنح المجانيه اللي هي بتطرحها الوزارات وهتلاقيها يعني بتبقى موجوده على التأكيد ده موجود كتير. تخلق بيئه داعمه، ودي اهم حاجه، بيئه داعمه عشان ما يبقاش في طيور مهاجره. انا عندي سؤال اخير، احنا وقتنا خلص عندي سؤال اخير استاذه نيلي، عشان لسه عماله برضو بفكر في اللي عايز يدور ويروح حاضنات الاعمال مش بس للمشروعات التكنولوجيه، مش كده؟ مش لو عندي اي نوع من المشروع، اي نوع من انواع المشروعات احنا فاتحين بابنا كحاضنه اعمال، لان بالفعل زي ما كنت بقول لك انه خرجنا العديد من الشركات بتتفاعل في 22 مجال مختلف بالظبط، فده الهدف ان احنا التنوع تاني، التنوع انه يبقى في تكامل، مش بس بنبص على منطقه الفينتك اللي هو كان من الطبيعي مثلا كبنك نهتم بيها، نهتم بيها، لا احنا فاتحين حاضنه الاعمال عشان نرعى او ندعم العديد من المجالات مشروعات العظيم. أنا بكرر شكري لحضراتكم، شكرا جزيلا، أنا عارفة أنه ده وقت غالي جدا، لكن غالي علينا جدا كمان زيارتكم، حاسة أن احنا كده حطينا شوية نور على مناطق كتير يمكن احنا مكناش نعرف عنها. متشرفة ومبسوطة جدا أنكم نورتونا في حلقة النهاردة، وأنكم حقيقي على الأرض بتعملوا شغل عالي. شكرا. شكرا جزيلا. حلمنا بيوم يكون فيه دور حقيقي وشراكات حقيقية للشركات في المجتمع، واليوم ده حصل وجه. بنحلم كمان بيوم تتصالح فيه الناس مع المؤسسات، ونعرف إن وجود مؤسسة كبيرة بتشتغل في بلدنا، سواء كنت أنا جزء منها أو ما كنتش جزء منها، هو خير كبير وشغل عالي.